مرحبا بيكم من الناس الكل. اليوم باش نعمل مع بعضنا اسهل جاتو، اسرع جاتو للي ما يعرفش يعمل. سهل سهل على الاخر. الوصفه هذه راني عملت لكم بها ديجا الجاتو المره اللي فاتت، انا باش نعملها المره هذه بالكاكاو. هوني خديت 3 ابيض بيض و3 اصفر بيض، عندي 100 غرام سكر، رشه ملح. هوني باش نحط شويه برتقال مقشر، قشور برتقال شايح، 25 مللتر ماء و25 مللتر زيت مخلطين مع بعضهم، ماء وزيت. لهنا عندي 100 غرام فرينه، شطر باكو خميرة حلويات، وعندي لهنا 30 غرام كاكاو. عطاو نخرجه لكم باش حطيتهم مع بعضهم باش نخلطهم مع بعضهم، هذاك علاش وزنتهم مع بعض. 30 غرام كاكاو، 100 غرام فارينة، وشطر باكو خميرة حلويات. ما تحبوهاش بالكاكاو شوفوا الوصفة الأخرى، هذه سهلة على الأخر وسريعة وما تستحق حتى شيء، ما تستحقش مجهود يعني. خلطناهم هكا مع بعضهم. لهنا توا باش ناخذ رشه ملح، حط رشه في ابيض البيض ورشه في اصفر البيض. باش نبدا لهنا بابيض البيض، اول حاجه نركضوا السكر باش نقسمه على 2، شطر باش نحطه في ابيض البيض وشطر باش نحطه في اصفر البيض. بسم الله. فما مرة أخت سألتني على انستغرام قالت لي كيفاش وقداش تاخذ وقت باش تركض أبيض البيض، نقعد نركضو حتى يوصل لي القوام هذا، إذا ما وصلش القوام هذا ما غير ما نفسد الكيك نتاعي وما غير ما نكمل، طاق العظم سافابا يعني، وإلا كانوا معناه بارد برشا خرجتوه من الفريجيدير حطوه فوق باماغي، حطوه فوق باماغي وارجعوا اركضوا طوي تكبس معاكم. وقت اللي يوصل لي هكايا معناها يابس هكا ما يخرجش معاه الركاضة، وقتها نحط السكر على 3 مراحل. بسم الله. واه هاكا ما نعرف روحي لي انا كملت كي لما نقلب الصحفه نتاعي وما يتيحش المرانك هذاك نعرفه كمل. ما تقعدوش تحسبوا بالوقت بالضبط، معناها 4 5 دقائق 6، ما تعرفش انت ونوع العظام وحجم العظام وقداش الكميه اللي انت تعمل فيه. اول حاجه نحطوا السكر ونركضوا. وهكا نكونوا كملنا الركضان نتاع البيض. طبعا نمشيو للمرحله الثانيه، نعطيكم استوس لهنا. اذا حطيتوا اصفر بيض حطيتوا فوق السكر وخليتوه مده، مشيتوا عملتوا حاجه ورجعتوا، راهو الاصفر بيض يتحرق، بمعنى انه كي تجيو تركضوه يولي ماء، ما عادش يولي هكايه معناها كريمه عاقده هكايه هاو كريتو، نركضوه للي يولي كريمه عاقده. توا باش نحط الزيت والماء ومن بعد باش نحط الفرينه وال هاي نحط معاها هوني نكهه البرتقال اختياري، معناها تحبوا تحطوا فاني تحبوا تحطوا قهوه كيما تحبوا نتوما. بسم الله. لهنا حسيتوا عقد معايا اكثر من اللازم، نتوما نوع على العظام وحجم البيض باش نرخفوا بشويه ماء هكا مش برشا، نحبوه يكون عقد اما مش عجينه يعني. طوال الوقت هذايا حليت الفرن نتاعي على 180 درجة، ونجي توا ناخو الأبيض البيض ونبدا نهبط فيه على 3 مراحل وندورو ندخلو في هاك الخليط الأولاني اللي عملناه. طبعا نجي ناخذ طبق الفرن نتاعي، حطيت فيه البابي كويسون والبليت من اللوطه بشويه مكر، رشيت شويه ماء باش يلصق لي، وطوا نحل الجاتو باش نحطو بالطريقه هذه. بسم الله.
ونحطها في الفرن على 180 درجة مدة 10 دقائق ولا 8 دقائق ونهبطها. والجاتو نتاعنا ها هو طاب. في وقت اللي انا نحضر غسلت الماعون الاولاني ونحضر في الكريم شانتيه نلقاه طاب سيي، معناها 10 دقائق ما فاتش. انا خساره الفرن نتاعي لهنا ما يطيبش بالقدا الشيره هذه، جاني واطي من هنا وعاليه من هنا، مش مشكله. ان توكا كل واحد والفرن نتاعو. توا باش نجي نقصها على 3 طروف تقريبا، باش يجي هكا وهكا. هكايا وهكا هكا. هيتو الجاتو نتاعنا امورها واضحه كالعاده والعويت. نحطها في طبق تبرد في الفريجيدير لو طون كي انا قعدت الكريم شانتي. نحطوهم يبردو ونخرجوهم. ما نحطش كريم شانتي نفس اللي قالوا لي عليه في الباكو. شنعمل انا؟ نجي ناخذ هكا مثلا نحط الحليب نغم به الكريمه نتاعي، نخلط هكا باش ما يطيرش الغبره، ونبدا نركض هو تيباس، ونبدا نزيد في الحليب بشويه بشويه لين نوصل للكونسيستانس اللي نحب عليها انا. هكا هاو وصلت للكونسيستانس اللي نحب عليها وهكا يزي. توا باش نبداو في المونتاج نتاع الجاتو نتاعنا. الجاتو بردت، جبدناها من الفريجيدير الكونجيلاتور الحقيقه، حطيتها باش فيسع فيسع تبرد لي. لهنا عندي 100 غرام شوكولاته كحله، باش نحطها في الميكروون ثم تذوب شويه، نخفها بالحليب ولا كريم فريش ولا كريم ليكيد، ومن بعد باش نزين بها الجاتو. اخشي كاش نحطها في القاعده. هكا باش نرخفها بشويه حليب. لهنا ما تصورش كالعاده وانا نعمل في الجاتو، عملت الطبقه الاولى نتاع الجاتو دهنتها بالحليب والكابوتشينو، ويكون لازم يكون بارد الحليب مش سخون. من بعد حطيت كريم شانتي. طبعا حطيت الطبقه الثانيه ودهنتها بالحليب والكابوتشينو، وباش نحط عليها الكريم شانتي. هكا اسهل من هكا ما فميش. الجناب هذوك مش مشكله، طبعا بعد نعبيهم كي نحطو. وطبعا نحط طبقه، حطيت طبقه الخشينه من الاول، ومن بعد المتوسطه، ومن بعد الجويده بالكل هي اللي باش نحطها من فوق. طبعا نجي ناخذ الكريمه هكا وتوا نجي لهيك الشوكولاتة، ونجي هكا نبدا نصب على الأطراف مثلا هكا. هكا بسم الله، ونعمل كي الفراشات الصغار هكايا. هوني نسيت بالوسط باش ما عملتش الشكل هذايا، حبيت نعمل هكا الشكل. بسم الله، اما نورمالمون تعملوه من قبل ما تعملوا الكريمه والشوكولاته.
هكا وهكا شرش عليها شوية كاكاو هكا. هاهي الجاتو نتاعنا. وطبعا مانيش باش نخليها تصبر برشا، باش نقصها طوا. بسم الله هكا. هايكا مزيانة على الاخر من داخل، والبنة اكيد مضمونة. هايكا ماذا بينا ما نقصوش وهو بارد وهو سخون، قصوه كان وهو بارد. ونجمو هكا نقصوه ونردوه جاتو سواري. وهي الطراوة متاع الجاتو. هذه وصفتنا كانت لليوم، ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم. وفي حلقة اخرى وصفة اخرى ان شاء الله، وبسلامة.